بينا ناخذوا ارتسامات ولا توقعات فريق عصابات بخصوص المباراه اللي كتنتظر المنتخب المغربي ضد منتخب جنوب افريقيا، شنو التوقعات ديالك لمباراه الغد؟ ايوا كاملين نتمنوا الفوز والتتويج باللقب اللي تنسينو من 76، وكاع الممثلين ولاد المدينه القديمه وداديين تيساندوا المنتخب الوطني، وحنا كاملين نتلاقاو غدا باش نشجعوا المنتخب ان شاء الله. وكنتمناهم يربحوا ان شاء الله، عطيهم شي 3-0 هذه الامنيه ديالنا، حيت عندنا معاهم واحد العداوه منيه محجفه مطيرين في الكاس، بغينا نربحوهم ان شاء الله ونربحوا وديما المغرب. وكنشكروا المدرب ديالنا تا هو كنشكروه، تا هو راه خدم مزيان تبارك الله، كنشكر الدراري ليكيب كلها، كنبغيو الله يعاونهم والله يسهل عليهم ان شاء الله. هذيك راه حاجه باينه، ان شاء الله غادي نربحوا، المغرب ديالنا غادي يربح، وكنتمنى لهم ان شاء الله شي نقول لك غادي يربح 2-0 ان شاء الله، وغادي نديو ان شاء الله الكاس ان شاء الله ديالنا باذن الله، وكنتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه للمنتخب المغربي.